ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس، دائما جديد المواضيع بكل تواضع، كل إعادة فإفادة. خرجنا الشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين على لبؤات الأطلس، واش قادرين يفوزوا على المنتخب الكولومبي وتأهلوا للدور الثاني في كأس العالم. إلا بغيتوا تعرفوا واش قادرين ولا لا، أجيو معايا. عليكم السلام ورحمة الله. أخ بخير؟ صافا الحمد لله، الله يلا بخير الحمد لله. قول لي واش لبؤات الأطلس قادرين أنهم يفوزوا على المنتخب الكولومبي ويتأهلوا للدور الثاني إن شاء الله؟ هو الأمنية ديالنا هي الفوز، والواقع شكل اخر مباراة تكون مصيرية، مباراة صعبة امام خصم عنيد نتمرس. حنا كاول تجربة ديالنا نتمنوا ان شاء الله لما لا نخلقوا الفوز، وعلى الاقل نمروا للدور الثاني. هي المباراة مصيرية والمصير ديالنا مرتبط حتى بالمباراة ديال المانيا. نتمنوا ان شاء الله المنتخب يحقق نتيجة ايجابية، ونتسناو ان شاء الله المنتخب الالماني والمنتخب الكوري حقق شي نتيجة على الأقل تعادل، باش نمروا إن شاء الله للدور القادم، وديك الساعة نتمنى نمشوا إلى أبعد حد إن شاء الله. بالنسبة لي المنتخب النسوي سواء فاز ولا ما فاش، سواء داز للدور الثاني ولا ما داش، أنا بالنسبة لي الفوز ديالهم فوز واحد، رغم الخسارة رغم تنمر على الفتيات المغربيات، أنا بالنسبة لي فهو إنجاز تاريخي. لأول مرة كتشارك المنتخب المغربي النسوي في كأس العالم، هذا تاريخ، هذا إنجاز، هذا يعني أنا مفخر لبؤات المغربيات، كنقول لهم شكرا لكم. ما تديوش في التنمر، ما تديوش في الهضرة ديال الناس، أنتم الخلف، أنتم جايين في الطريق. هذه البداية ديال هذا كأس العالم لأول مرة في التاريخ ديال المنتخب المغربي النسوي، شرفتوا الكره المغربيه غاب التواجد ديالكم، ما نطلبوش منكم اكثر من القياس، لان معنا القناه معروفه ديال الشعب وولد الشعب، والله يخليك ديما دار. قول لي واش يقدر المنتخب النسوي يعني في كاس العالم يفوزوا على المنتخب الكولومبي ويتاهلوا للدور الثاني؟ وراه بان الفال في قطر ملي قال لك سير بالنيه، ان شاء الله حاجتهم مقضيه ومربوحه ان شاء الله، وعقل هذه الكلمه اللي قلت لك. حنا معولنا على اللابوات، حيت اللابوات بحالهم بحال السبوعه، السبع كيزهر واللابوات ان شاء الله كلشي كتحضر، ومبروك عليهم ان شاء الله. مسبق نهار الخميس مربوحه مربوحه مربوحه، وديما عاش الملك، مربوحه ان شاء الله. واخا يكونوا كولومبيا واخا يكونوا اللي كانوا، ان شاء الله المغرب غيقول كلمته، حيت نيتنا صافيه وكنعرفوا غير الله الوطن الملك، وان شاء الله الكره والله ما عمرها ان شاء الله. مراو قاده وديال بصح، هذه ماشي مراه قاده بالغنى، هذه مراه وقاده في الرياضه، والله يعطيهم الرضا كاملين. وبالخ الشباب واش قادرين المنتخب النسوي يفوزوا على المنتخب الكولومبي ويتاهلوا للدور الثاني؟ هي ان شاء الله اعتبرها دايزين، ان شاء الله نعتبروها دايزين. دايزين ما تقول لا، على حسابك؟ على حسابي. وشحال غيدوزوا ان شاء الله؟ واحد جوج لزيرو ان شاء الله. غيربحوا بجوج زيرو؟ هي ان شاء الله. وشنو اللي خلاك انك عندك الثقه انهم يدوزوا؟ عندي الثقه النفسيه ودايرين رجعنا في الله سبحانه وتعالى، هو اللي غيربحوا بجوج. شكون اللي غيماركي هذا البيوت هذا؟ غاتماركي ابتسامه الجريدي ان شاء الله. يا خويا واش المنتخب النسوي قادر يفوز على المنتخب الكولومبي ويتاهل للدور الثاني؟ ان شاء الله قادرين. كما ضربنا كوريا الجنوبيه نقدروا نضربوا كولومبيا وندوزوا للدور الثاني. الدور الثاني؟ تفرجتي في الماتش الاول والماتش الثاني؟ تفرجت في الماتش الاول والثاني. كي جاك المستوى ديال الدريات؟ غادي تيتحسنوا مزيان، كوريا الجنوبيه تحسنوا فيه مزيان، الناس استافدوا كونتر المانيا في ذاك الماتش اللي كانوا خسروا فيه بسته، غادي دابا غادي تيستافدوا ان شاء الله باش يدوزوا للدور الثاني. غادي كيهزوا في الايقاع، غادي تيهزوا في الايقاع، وديما مغرب.